ونتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. ونشرة الاقتصاد والجولة الاقتصادية تقدمها لنا ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا شروق وهبة، ونتحول معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري تزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الروابط المتداولة مزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقا، مشددا على أن جميع الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بهيئة البريد، محذرا المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية. وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع الدولار قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي والمرتقب بالشدة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. وارتفع مزيج برنت بنسبة 1.2% إلى 84 دولار و33 سنتا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 79 دولار و98 سنتا للبرميل، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.43% لتصل إلى 3 دولارات و26 سنت للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.80% لتسجل 2.54 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت شركة النفط العالمية الكبرى بي بي على ضرورة أن تقوم دول العالم بالاستثمار في إنتاج النفط والغاز لتجنب ارتفاعات حادة في أسعارهما مع تسريع التحول في مجال الطاقة لمواجهة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأضافت الشركة أن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي مع تأثر 3% من إمدادات الغاز العالمية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما أجبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة والتحول إلى الفحم. كشفت دراسة ألمانية حديثة أنه لم يحدث تحسن كبير فيما يتعلق بمواجهة نقص العمال المهرة في قطاع الفنادق والمطاعم في ألمانيا. وأعلن معهد الاقتصاد الألماني أن هناك ما يقرب من 44 ألف وظيفة شاغرة للعمال المهرة في مهن الفنادق والمطاعم مقابل 29 ألف عاطل عن العمل مؤهلين لهذا المجال. ووفقا للدراسة فإن الوضع يزداد صعوبة في ظل عدم توقع تحسن في سوق التدريب المهني. بدأت الحكومة اليابانية دراسة عدد من الخيارات لدعم قطاع الأسماك عقب تعليق الصين استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعدما بدأت طوكيو تصريف مياه مفاعل فوكوشيما المعالجة في البحر. وتدرس الحكومة اليابانية إقامة مصانع للمأكولات البحرية في اليابان وإنشاء قنوات بيع مختلفة للتعامل مع آثار قرار الصين، والتي تعد المستوردة الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية، حيث بلغت قيمة مشترياتها العام الماضي 595 مليون دولار. أعلنت هيئة قناة بنما اعتزامها تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل بعدما بدأت منذ أسابيع فرض إجراءات بسبب الجفاف الذي أدى لانخفاض مستوى المياه اللازمة لتشغيل هذا الممر الحيوي للتجارة البحرية بين المحيطين الأطلنطي والهادي. وتعاني القناة نقصا في مياه الأمطار اللازمة لنقل السفن عبر سلسلة من البوابات الضخمة التي تعمل بمثابة مصاعد مائية تتيح رفع السفن من جانبي الهادئ والأطلنطي إلى مستوى القناة أو تنزل
منزلها إلى مستوى البحر. ومنذ 30 من يوليو عمدت هيئة القناة والتي يمر عبرها 6% من حركة التجارة البحرية العالمية إلى خفض عدد السفن التي يسمح لها بالعبور يومياً من 40 إلى 32 سفينة. ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة وشروق، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر.